رطوبة عالية، رطوبة عالية. شوف سيارات هنا، ما أدري الرطوبة هنا تبان ولا شو الرطوبة. على أنوار تبان، مع الضوء، مع الضوء تبان. شوف مع الأنوار كتبان رطوبة عالية. خرجت من البيت الساعة 7 الحين 7:15، 7:15 أقول. هذا القمر مضبب، قمر مضبب، ضباب. شو الضباب هنا باين، القمر مضبب، الشارع كله شو الضباب، ضباب ضباب. شو الشارع هذا، الشارع متاعنا ضباب. الناس هناك يجلس واحد الخضار، وهناك واحد ديال الدجاجي، وهناك خضارين، وهذا السوق. شو الضباب هذا، مركز الاصطياف مولاي بوزلاع، هو هذا المركز، مركز الاصطياف. ها ودي ودي، وهذا هنا يا مضبب الدنيا. شو الساعة 7:25، زل ما شرقتش الشمس. الحال يعني صراحة خرجنا الفجر، أيوة نعيش حياة الفجر، حياة الظهر والعصر والمغرب كله. شو كل شيء سد ما كيبانش. وهذه الساحة ديال مولاي بوليس الحمى كتبان فيها والو، الأعلام اللي باينة شوية. شو كم ضببها طوموبيل. عندك الهبيل المسكين، شعل العافية، شعل العافية سخنة. ايه المسكين، ما كنتش انا عارفة حيكون ضباب، وانا خرجت حتى هي الشروق حتى الشمس. ولكن صلينا الفجر الصبح، ايوا كنا يلا نتوكلوا على الله، نتمشوا شوية. ساعة ضباب وبرد، برد. شوف الهواء في العالم هنايا، الهواء برد. هذا المسجد ما كيبانش، ها شوية مسجد مضبب، شفتيه؟ ها مسجد مضبب، ضباب ضباب. شيء هذا العالم، العالم هذا بص متاع البيرسونيل متاع الموظفين. هذا المسجد اهو، هذه مدرسة على الكورنيش. شوف الموج كي تسمع من هنا، الريح والموج. ياه ياه ياه، برد 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 برد. هذا المسجد راه شو الساحة هنا اللي كنا جالسين بارح، صورت العالم كاين ناحية رايح ناحية المسجد، ودابا رايح من الشرق للغرب، كان رايح من الغرب للشرق.
الهبطة كاملة حتى البحر، نهبطوها نهبطها ونطلعها فاش نرجع. وصلنا للبلاج الناحية الغربية، ملتقى ملتقى البحر الزرقاء مع البحر. شوف كيبان والو، وبرد برد بارد. انا نمشي ليه حتى نشوف، نمشي ليه نشوف الشروق. صراحة برد الجو، نستريح شوية هنايا تال تمشي هاد الضبابة حتى هذا. دابا راه شي 8 الأرب، فين 8 الأرب؟ راه 8 في القسم، مازال هاكا الضباب. ما عرفاش اليوم كله ضباب ولا ايش. نجلس نشوف إذا مشينا هي هذيك، ما مشيناش رجعنا للبيت. مع الموج، اسمع الهواء والموج.